عزيزتي القارئة، لو كنت تعرضت لأي شكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو القهر المعنوي أو أشياء لا تستطيعين البوح بها، فالرواية دي ليكي. عزيزي القارئ، لو كنت مارست أي شكل من أشكال العنف الجنسي أو الجسدي أو القهر المعنوي، فالرواية دي برضو ليكي. عزيزتي وعزيزي القارئة والقارئ، لو كنت أشخاص طبيعيين لم تمارسوا أو تواجهوا شكل من أشكال العنف، لكن حابين تساعدوا تعرفوا المجتمع بتاعكم فيه إيه بعقلية متفتحة متقبلة لما تحتويه من حقائق صادمة، فالرواية دي ليكم. عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ، لو كنتم من الأشخاص الحساسين شوية اللي بتخافوا تسمعوا ألفاظ خادشة أو ألفاظ يقال عنها أنها خارجة، أو تعرفوا حقائق صادمة، فأنصحكم ما تقروش الرواية دي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. النهاردة معادنا مع رواية اجتماعية سيكولوجية، وهي رواية الدامة للكاتب المصري محمد صادق. الكاتب محمد صادق مواليد القاهرة سنة 1987، عضو باتحاد الكتاب المصريين، التحق بكلية الهندسة عام 2011 جامعة العاشر من رمضان، وتخرج منها ليتفرغ للعمل الروائي، ودرس أيضا في كلية الإعلام جامعة القاهرة التعليم المفتوح. الكاتب محمد صادق له العديد من المؤلفات المتميزة زي طه الغريب وبضع ساعات في يوم ما وأنست حياة وأنت فليبدأ العبث والرواية الشهيرة هبتة اللي تحولت لعمل سينمائي عام 2016 بطولة ماجد الكدواني وعمرو يوسف وياسمين رئيس ودينا الشربيني واخراج هادي الباجوري. وقبل ما نبدا بفكركم اللي مشتركش لازم ينزل دلوقتي حالا واشترك معانا في القناه، دوس على زر الاشتراك وياريت نعمل لايك ونشارك بعض في الكومنتات. يلا بينا نبدا الحلقه. روايه الدامه صدرت حديثا عن 2023 معرض الكتاب واصدار دار الرواق للنشر والتوزيع. في بداية الرواية الكاتب أصدر تحذير صريح بأن الرواية بلاس 18 وتحمل مشاهد مؤذية نفسيا لكل من تعرض لعنف جسدي أو جنسي. هنتكلم شوية عن الخطوط العريضة للرواية، وزي ما احنا معتادين هنحاول نقول ده وبدون حرق كالعادة. عزيزات القارئة، عزيز القارئ، لو انتم ما تعرفوش ان اللي ألف الكتاب ده كاتب رجل، قبل ما تقرأ الرواية فأنا أكاد أجزم بل أؤكد انك انت هتعتقد إن اللي كتب الرواية دي سيدة أو أنثى تحديدا، لأن الكلام ده ليه؟ الكلام ده لأن الكاتب استطاع بكل عبقرية وفي خلال 298 صفحة، هي عدد صفحات الرواية، إنه يجسد ويدخل داخل نفس امرأة. امرأة دي تعرضت لكل أشكال العنف الجسدي والجنسي والقهر المعنوي في كل مراحل حياتها اللي تجاوزت 30 عاما. بطلتنا النهاردة هيا، أو كما سمت نفسها دمى أو دامة، هي يعني مذيعة في برنامج إذاعي تعرضت لكل أنواع العنف الجنسي والجسدي بشكل مكثف، وكأن الكاتب أراد أن يرمز بذلك بشكل خاص لما تتعرض إليه الأنثى في مجتمعاتنا. هيا أو دامة تعرضت للعنف ده منذ أن كانت طفلة في العاشرة من عمرها، تعرضت لتحرش جنسي من عمها. لجأت لوالدها الذي تعرض لها بالعنف وتجاهل استغاثاتها. شاركت الأم في هذا كله بالتشكيك في هذه الاستغاثات. كبرت الطفلة لتصبح مراهقة لتتعرض لما هو أبشع من مدرسها. كبرت لتصبح امرأة عاملة ثم تتزوج وتتعرض للعنف من شخص سادي مريض عنيف هو زوجها، ولكنها استمرت للحفاظ على الأسرة التي كونتها بإنجاب ابن لها. في النهاية قررت الانفصال وأنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي كان هدفها هو الانتقام لكل فتاة تعرضت لشكل من أشكال العنف اللي قلناه ده، بس بشرط، كان الشرط الوحيد هو أن العنف ده ما يكونش مجرم قانونا، ما تقدرش تاخد حقها بالقانون. وتبرعت بطلتنا بأن هي تاخد حقوق الفتيات أو السيدات اللي تعرضوا لهذا العنف. وتمضي بنا الأحداث في هذا الاتجاه، وأتوقف هنا حتى لا أحرق أحداث الرواية. الكاتب نجح في تجسيد إحساس المرأة المقهورة ذكوريا من الرجل في مجتمع
يحمل كثيرا من العقد والمفاهيم المغلوطة والتناقضات التي خلقت مجتمعا مريضا ذكورا وإناثا. وأشار الكاتب في سياق أحداث الرواية أن السبب في هذا ليس الرجل وحده، ولكن المرأة هي شريكة أساسية في هذه الجريمة. بالنسبة للشخصيات، أنا عندي شخصيات الرواية الرئيسية هي البطلة هايا أو داما، والطبيب النفسي صفي. أما الشخصيات الفرعية هي الشخصيات المحيطة بهؤلاء الأبطال، زي الشخصيات المحيطة بهايا، الأب والأم والطليق والابنة. وبالنسبة لصفي كان عنده الابنة والأشخاص أو الفتيات اللي هي انتقمت لأجلهم، ودول أشخاص فرعية مش مذكور لهم حتى أسامي في الرواية. وقلة عدد الشخصيات بيكون يعني محبوب أو حاجة كويسة بالنسبة للقارئ، لأنه بيسهل عليه التركيز في الرواية بدون التشتيت في عدد كثير من الشخصيات. بالنسبة للغة، اللغة العربية فصحى في السرد، لكنها فصحى سهلة سلسة، وعامية مصرية في الحوار. والكاتب وفق في اختيار العامية المصرية لأن الرواية تحمل الكثير من الألفاظ الصريحة لتجعلها عن جدارة بلس 18. طريقة السرد، فهو الفلاش باك المتقطع، يبدأ الكاتب من فترة زمنية معينة ثم يعود إلى الماضي لإيضاح بعض التفاصيل، ويرجع مرة أخرى إلى الفترة الزمنية التي يتقدم بها تدريجيا إلى الأمام، ثم من الممكن أن يعود مرة أخرى فلاش باك للخلف ليحكي لنا بعض التفاصيل. بالنسبة لوضعية السارد، فهي من منظور الشخص الأول، لأن الرواية بأكملها رويت على لسان بطلة الرواية هايا أو دانا. بالنسبة لغلاف الرواية، فغلاف الرواية مناسب جدا لأحداث الرواية ومعبر عن بطلة الرواية. زي ما احنا شايفين ميكروفون إذاعي، حيث كانت البطلة مذيعة في برنامج إذاعي، ومنظر البطلة وهي خلف المايك أو الميكروفون بشكل مؤثر ويعبر عن شخصية البطلة. ما أعجبني بقى في الرواية إن الكاتب قدر بجدارة بصراحة إنه يدخل ويشرح شخصية البطلة هي اللي تعرضت لكل هذا الكم من العنف الجنسي والجسدي والقهر المعنوي بإجادة تامة بصراحة. شرح الحالة وشرح أمراض مجتمعية شديدة الخطورة. بالنسبة للمغزى أو المورال من الرواية، فهو دق جرس إنذار ضد العنف الممارس تجاه المرأة في المجتمع، سواء كان في داخل أسرتها أو في المحيط الخارج عن الأسرة، والذي يؤدي في النهاية إلى مجتمع مريض سقيم منهك ومتفكك. الرواية تشعر وأنت تقرأها إنك بتقرأ سيناريو فيلم سينمائي، ولذلك أتوقع إن الرواية دي بالفعل تتحول إلى فيلم سينمائي، وإن شاء الله الأيام حابين لنا إذا كانت تحولت أو لا. بس لما تتحول لفيلم سينمائي حابب أفكركم إن أنا تنبأت بذلك. ما لم يعجبني في الرواية بصراحة، يعني هي رواية في مجملها رائعة، وإن كان فيه حبة سنة زيادة من التبرير الضمني لبطلة الرواية في بعض التصرفات التي أراها غير مناسبة لمجتمعنا أو حتى لديننا، زي العلاقة المتحررة، علاقتها بالبطل، العلاقة المتحررة بالبطل، واللي هي المفروض غريبة عن مجتمعنا، حتى لو كانت البطلة دي تعرضت لظروف قهرية ولأمراض مجتمعية أصابتها بالكثير من العقد والأمراض، لكن ده مش مبرر إن أخش في علاقات غير شرعية. وزي مشهد من مشاهد النهاية في الرواية، وهو إن البطلة تقرر أن تظهر في بث مباشر على إنستا أمام المشاهدين وتخلع التيشيرت لتبين الأوشام والندوب التي تركت على جسدها، والتي تمثل كل منها لقهر أو لتحرش جسدي أو عنف جسدي مورس ضدها. فأنا شايف إن في يعني تبرير ضمني لهذه التصرفات التي أراها غير مقبولة في مجتمعنا. يا ريت حضراتكم بعد قراءة الرواية تقولوا لي رأيكم إن كان فعلا في يعني نوع من التبرير الضمني لتصرفات البطلة نظرا للضغوطات التي تعرضت لها. هل ده التبرير الضمني ده مقبول أم لا؟ يا ريت تتركوا تعليقاتكم في الكومنتات. الرواية فعلا صعبة نفسيا، حتى في مراحل يعني حوار البطلة مع نفسها داخل الرواية نفسها، لأن في جزء كبير هو عبارة عن حوار البطلة مع نفسها في الرواية. الرواية صعبة نفسيا، سواء كان على الكاتب نفسه اللي كتب الرواية أعتقد إنها كانت صعبة، أو بالنسبة للقارئ. لكن أتمنى لكم
يعني قراءه ممتعه ومتفهمه للروايه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ومع كتاب اخر ومراجعه اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.